استرق المولى وزير البترول والثروة المعدنية أن الشركات العالمية أبرمت مع وزارة البترول 83 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما منذ ثورة 30 من يونيو حتى الآن، وهو ما يعد رقما قياسيا في تاريخ صناعة البترول المصرية. وخلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة، أكد الوزير أن ثقة الشركات الأجنبية في مصر جاءت نتيجة قناعتها بحرص الحكومة على الإصلاح الاقتصادي والوفاء بالتزاماتها وتجاههم. وأضاف الملا أن عام 2018 سيشهد الكشف عن الاستراتيجية الجديدة لتنمية الثروة المعدنية التي أعادتها الوزارة في إطار توجه الدولة لتحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصري. التقى